الصور التي متداولة حول إتلاف هذه الأسلحة تظهر وأن هنالك عراقيين بلا كمامات بلا أي وقاية يلقون بهذه الأسلحة في حفر. يعني ألم يكن بالإمكان تجنب يعني هؤلاء؟ بلا شك عرضوا حياتهم للخطر وعرضوا ربما المناطق المحيطة بهم أيضا للخطر. الحقيقة هذه الصور اللي هي خلينا نقول يظهر بها العراقيون بدون كمامات ويظهر بها المفتشون لابسين بدلات بيضاء وكمامات وإلى آخره، هذه كانت يعني المفتشون يستخدمونها لأغراض الاستعراض لا أكثر ولا أقل، لأنه القنابل اللي يجري تدميرها وكانت فارغة، كانت فوارغ، لم يكن فيها أي عوامل كيميائية مملوءة، يعني لم تملأ بالعوامل، وإنما كانت تنتظر دورها في الإملاء عندما قامت الحرب وعندما كانت في مشاة المثنى.